أول احتكاك أو أول أو أول مرة يعني شفت فيها شعراء نسمع عنهم؟ كان فيها احتفال في زواج في القرية وجابوا شعراء القلطة اللي هي المحاورة. أنا كنت أنتظر هالفقرة بشغف كبير. بدت المحاورة، كنا مع الصوف، حنا ماسكين صوف نردد وراء الشعراء وأنظر بال يعني مثل اللي متحمسين هالحين للفرق الأجنبية إذا جت هنا ومبهرة بوجودهم. كنت بالشكل هذا يعني. فكنت أبحث عن أحد يشاركني هالاهتمام. أول ما يقولوا لي إنه فلان يكتب شعر أو فلان يحب الشعر أو فلان، أروح وأكتب له قصيدة وأرسلها له، لأنه هو أصلاً قريب مني يعني، فأرسل له قصيدة عشان يجاريني. هي تسمى مساجلات ذاك الوقت. فأرسلت، أذكر قصائد كثيرة أرسلتها، أرسلت على مجموعة من الأصدقاء، أدور أي موضوع وأرسل، إلى أن جاء مرة وأرسلت قصيدة على أخوي مساعد. جاء في الليل، تجمعوا عنده مجموعة من أصدقائه اللي في عمره وأكبر منه، من ضمنهم شاعر. قرأ عليهم مساعد القصيدة، قال أنا جتني قصيدة اليوم، واحد يعاتبني فباخذ رأيكم في القصيدة. قال القصيدة، قالوا من هو هذا الشاعر؟ كل ما حد يدري أني أصلاً ذاك الوقت شاعر، ولا أني أصلاً مهتم بالشعر. أنا كنت موجود وكنت يعني مستحي، ما ودي أني يطلع الموضوع. قال هذا الشاعر فهد. واحد من الموجودين اسمه مهنة، أوجه له تحية أيضاً، قال مو فهد اللي كاتبها، أحد كاتبها الفهد. مو معقول أن فهد في هالسن يكتب القصيدة هذه. القصيدة فيها غضب وفيها المهم يعني. زعلت أنا وقال إذا أنت يا فهد اللي كاتبها تدخل الآن المجلس لحالك ومعك قلم ورقة واكتب لنا قصيدة في هالموقف، أنه أنا قلت لك مو أنت الشاعر، اكتب قصيدة رد علي بين أنك أنت الشاعر. دخلت المجلس وجلست ربع ساعة. تعرف ذاك الوقت الشعر يعني الذهن يتفتق عن أي مفردة جديدة وأي، فقلت هبت هبوب العنا والصيف، موج الغضب يلطم الشاطي، إن كان تبغونها بالسيف سيفي على المعتدي صاطي، ما جت من السرق والتزييف عطية والله العاطي، أرضك دهر والنبات ضعيف وارضي قفر ما بها واطي، والنابغة ما يبي تعريف ارجع ترى موقفك خاطي. لأنه ذاك الوقت قال مو معقول يعني إلا إذا كان نابغة، فأنا جبت البيت هذا، والنابغة ما يبي تعريف ارجع ترى موقفك خاطي. فراح ورجع رد علي قصيدة واعترف، ومن هناك انتشر الموضوع بين أبناء القرية وما جاورها، رماح ولا أنه في قصيدة انتشرت فهد الشاعر. فالانتشار سهل ذاك الوقت يعني، في نفس اليوم مجلسين ثلاث مجالس ينشرون الموضوع. فصاروا كل ما جيت مكان النابغة صاروا يلقبوني بالنابغة. ف من هنا بدأ موضوع أنه كشفت للناس، وهذا كان أمر مهم جدا، لأني اللي أعرفهم كثير منهم شعراء وما زالوا شعراء لكن في الظل. يعني هالخطوة هذه إذا كسرتها خلاص أنت دخلت العالم، دخلت عالم الإعلام مو شرط أنه يكون مقروء، أو الإعلام المجالس إعلام.